اهلا بيكم رجعكم السبيت واهلا بيكم في بيكم فيديو جديد وفي حلقه جديده من جينشين امباكت 2. انا بيكم معايا فيديو جديد وفي حلقه جديده والحلقه الرابعه من السلسله بتاعتنا على جينشين امباكت. طبعا يا جماعه شكرا على كل الدعم اللي انتم بتقدموه على السلسله دي، ويا ريت نوصل ل 100 لايك في كل فيديو، مش اقل من 100 لايك على الايه على فيديوهات جينشين امباكت، عشان ايه نكون بنستمر فيها ان شاء الله. لكن باي شكل اشكال محتاجين بس ايه نكون بنحدد هنعمل ايه، لان انا لو انا سبت نفسي اكون بقى يعني شايفين في صندوق هناك عاوز اروح اجيبه مع اني في كويست، لكن ايه مدام شفت صندوق هجيبه، مدام في طريقي هجيبه. بعد كده نروح ايه على ايه على الشراين اللي بعديه. احنا خلصنا لو تفتكروا الشراين الحلقه اللي فاتت، فهنكون بنكمل المره دي. اوه هاي، اوه دايما بغلط. اوكي وريه كده، وريه كده، وريني وريني. اوتش، فروزن فروزن سبيس فرو سبيس. اها 1 2 طيب خد دي يلا بقى، تعالى كل يوم انت هو. اوكي دلوقتي ايه دلوقتي مش عاوزين ايه مش عاوزين تلعبوا اهو، خد دي. او لا لسه 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 انا عاوز بس افعل الضربه بتاعتي. نايس وري كده اهو، يلا بقى عيشوا عيشوا عيشوا. يلا يلا يلا، شفتوا العاصفه شفتوا العاصفه عشان ايه تتربوا عشان تتربوا. اي ديفاين سكرول، ثانك يو ثانك يو ثانك يو. الصندوق وير از ماي شيست. اه نايس اه نايس نايس نايس. اوكي دلوقتي اه في ناس تاني هنا. اوكي مش قلت لكم مادام هلاقي الناس في وشي هقتلهم؟ ما اعرفش هي كده حاجه فيا. وريني بقى، يلا تعالى انت هو. اوف اوه على الضربه، اوه على الضربه، وريني كده كيو. اوه واو واو على اللعبه، واو على جمال اللعبه. اللعبه موجوده على الموبايل يا شباب بالمناسبه لو حد عاوز يلعبها. اوكي بس ايه مش عاوز بس ايه اكون ايه ببعد عن مكان الايه الكويست بتاعي عشان ما انتهش. انا ليه حاسس ان في حاجه هنا؟ يب مش قلت لكم؟ ببقى عارف كده في احساس كده ايه يقول اه في صندوق هنا، اكيد في صندوق هنا. فدلوقتي بما ان احنا معانا شويه فلوس ممكن نلفل نفسنا تاني. ممكن نلفل بقى استخدم ده بقى. او ده يا ده بياخد حاجات كتير. يلا كله مش مشكله، هيطلع لي لحد ليفل 12. اوكي بس الشخصيه دي باين عليها شخصيه جميله جدا. اوه هاي 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 يا برنس. You've arrived. ايوان come closer. Can you smell that? اكيد ده سلايم محروق. Something must have happened in the temple. I imagine there will be slimes, hilly churls and whatever's giving storm terror extra power. مش احنا شفناه اللي هو دراجون بريث ده اللي احنا شفناه في الدنجن اللي فات؟ Oh yes. It is going to be lively in there indeed. Oh. Yes, I'm a brave one. Yes, 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 yes. It's a pity that the Temple of the Wolf has been disturbed by such an atrocity. Wolf. هو ده Temple of the Wolf. Let's head in. Let's go. No one makes offerings to the four winds anymore. Yet the old winds never vanish. We need to clear out the temples for the four winds. Let's go, let's go. Start. اعتقد دلوقتي ممكن نضيف اوكي معايا الشخصيات، اعتقد هو هيضاف ايه للبارتي بتاعتنا. Start. يلا نبدا يا زميل. بس ثانيه واحده بس يا زميل يا زميل، بس ثانيه واحده. في ارتفاكس ممكن عم اكون بعمل لها ابجريد، يعني مثلا ده هيدرو دامج او كايرو دامج بونس. او ثانيه واحده ثانيه واحده، ده هيبقى حلوه جدا لايه للاخت دي الكايرو دامج بونس. اكويب نايس. والهايدرو معيش حد هايدرو حاليا، ودي ممكن او دي بصوا اتاك. او واو اوكي اعتقد دي ممكن نديها لها. نايس. وفي حاجات تانية ممكن نحولها لها، لان مثلا بصوا دي الديفنس، خد دي ودي يا بص اتاك. بنعمل ابجريد بنعمل ابجريد لايه الارتفاكس بتاعتنا. وبقى تعالى نكمل هنا. Let me show you how the knights of Favonius conquer our adversaries. بلا 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 بلا. الغرور ده في دمكم، الغرور ده في دمكم.
ياب مش هتكو هلعب بيه ترايل بيكتب لي جنبيه ترايل if I'm not mistaken the end of the temple should be up there hey, how do you know experience the kind of experience you get after years of dealing with things like this for others okay او if there's water a boss may become wet يعني مبلين لو هم مبلين ممكن تضربهم باي ضربات ايس يجمدهم فانا مش محتاج الكابتن انا ليه العب بالكابتن ده وانا معايا الايه البت بتاعتي دي تعالى بقى يا بهوات تعالى بهوات فروزن جيت فروزن جيت فروزن جيت فروزن جيت فروزن 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 ومش الفيلم فروزن فور ريل نايس تعالى بقى تعالى 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 اوف الضربات بتاعتها جميله I have a vision So how exactly is it that you're able to channel elemental energy? I don't know. Yeah, I know, I know. Okay, okay, okay. ده كده نضرب هنا. يقف. نروح نعدي. نفتح الصندوق ده. ونروح نضرب هنا كده اهو. ايس. جيت ايست. جيت ايست. اوف. اوف على الضربات. اوف. اوكي بعد كده ايه؟ نروح نضربها ضربة ايس تروح تقف نعدي اوكي بعد كده نعدي من هنا خلاص تعالى نجرب نلعب بده شوية بقى كده اهو نطير فوق وناخد التشيك بوينت alright بعد كده ايه نروح نفتح الباب ده ايه ايه دانجين دانجين اوه the blue is hydro oh the blue stone in the center is hydro amber breaking it will make it rain oh okay يعني دي هايدرو امبر لما نضرب دي هتخلي مطره في كل مكان لما تبقى مطره في كل مكان نقدر نستخدم الشخصيه دي يعني نضرب ده كده بصوا يا بصوا عشان ده ايه ده فاير ف اوه اتجمد اتجمد على كل يوم على كل يوم على كل يوم على كل يوم اوه بص بقى خد ده بقى اوف اوه جيت راجد جيت راجد هات لي كده اهو نايس بقول لكم البنت دي عجباني جدا عجباني عجباني يعني اوه ثانيه دي بيقول لك اندر ووك سبايكس ما بيتنش ذا سويم ثرو ما ينفعش نعوم هنا لازم نجمد المنطقه اوكي كده اهو يس ونعدي فهمتك سبيكينج اوف ديد يو نو Storm Terror was once one of the four. Yeah, عرفت. بس استنى بس استنى استنى استنى. ده يعدي وروح جمد. ونيجي هنا كده. Thank you. Puzzle done. Waypoint أو checkpoint. وهنا في إيه؟ مفيش حاجة. معلمين الطريق ده هنا ليه؟ مفيش حتى أي صندوق يسلونا بيه. يحيلونا بيه. ركز. أو وصلنا. وصلنا 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 Is that the thing that Storm Terror is using to gain its power? Seems probable. Let's deal with it. بانج Bravo. What a performance. Thank you. Thank you. You are to my surprise a well-trained knight. Oh, thank you. The battles you just fought were sights to behold. يعني ما لعبتش بالشخصية دي خالص. I see you already have the I'm متواضع جدا الصراحه عاوز تمغرور بس متواضع متنمر يعني 2 في 1 stories of your heroic deeds to save Mondstadt from destruction shall be known throughout the city of Hero Hero well into the future please do visit me at our headquarters when you have the time اوه اديني مهمات I also know a lovely tavern if that's more your thing اوه تافرن بير بير على حسابك بص يا شباب البير بالنسبه لهم زي الشاي بالنسبه لنا No We've seized another temple from Storm Terror's grasp I can take care of the rest here You go take care of other things while I'm at it See you later then bye bye There's no way Hilly Churls organized an ambush like this themselves not with their limited mental capacity Oh Thus you were behind this. انا مش حاسس قبل كده كيس
الحته ده بره ده بتاع الميه. مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ وات؟ نايتس اوف افونيوس always so inefficient. Oh. Agree to disagree, but your involvement in this just made things a whole lot more interesting. Oh. Ice and fire. Ice and fire. Oh, الشخصيتين دول هيبقوا حلوين جدا. اتبسط بيهم. Obtained a new character. What? هو هيبقى معايا على طول. Oh. تمام معايا دي. اوتش اوكي انا بولع انا بولع انا بولع اطفي 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 اطفي. اعطاني نيو كاركتر اعطاني الكاركتر دي. هو مش وحش يعني هو مش وحش ما تفهمونيش غلط الكاركتر دي حلوه جدا لكن انا مش عارف يعني ايه مش عارف العب بايه يعني عندي زي ما قلت لك عندي حسابين حساب سجلت بيه والتسجيل ما تمش للاسف وحساب ده انا بدات بيه جديد فانا معايا الشخصيه بتاع الايس دي ومعايا الشخصيه دي اوكي ف بس شخصيتي عجباني جدا مش عاوز اتخلى عنها مؤقتا يعني بس ايه اوكي ثانيه واحده انا وصلت لحد المنطقه دي في الايه في الاكونت الثاني فهروح على الاكونت الثاني اوريكم الشخصيات اللي معايا ونحاول نقارن بينهم من ايه وناخد قرار بقى مع بعض هنكون بنكمل بأني اكونت ثانيه واحده اوكي يا شباب دي اكونت ثاني معايا انا معايا اظن 3 اكونتات بالايميلات اللي كنت بستخدمها يعني فده جبت فيه الشخصيه بتاع الريزر وده الكترو وده الكترو يعني ده بيضرب ايه بيضرب البرق بصوا فانا مش عارف اذا كان هو ده شخصيه حلوه ولا لا فيا ريت برده يا جماعه تقولوا لي في الكومنتات تحت هكون بعتمد عليكم هكون بعتمد عليكم يعني مثلا ايه اوهو نايس 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 اوكي فهعتمد عليكم في الموضوع ده اوكي يا شباب ده الاكونت التالت بتاعي ده اللي كنت بسجل بيه بقى وتسجيل راح للاسف يعني لكن هنا عندي 5 شخصيات عندي ده وعندي امبر وعندي فيتشل I created another universe and founded paradise. فيتشل and the princess in different Oh cute. فيتشل وعندي دي نولي ودي جيو اعتقد جيو دي اللي هي الارضية وعندي كايا اللي هو ايه اللي هو الايس فطبعا محتاج اعرف رايكم بالنسبه للي هكون بكمل بيه او هكون بحتاج ايه اكون بلفله او الشخصيات الحلوه ان هنا انا عاجبني الاكونت ده اكتر من الاكونت التاني بس انا حبيت برضو اكون بكمل الاكونت ده لحد ايه ما اوصل للمرحله اللي انا وصلت بيها للاكونت ده ف حتى في الاكونت ده لسه ما روحتش للتمثال ده انا خلصت الايه الدنجن لان كده هو عاوزني ايه اروح على الدنجن التالت الدنجن التالت ما اعرفش هو موجود فين اساسا فهكون بالحلقه دي هكون بكمل بالايه بالاكونت ده احنا هو ايه هو اللي احنا عملنا فيه هناك لكن الاختلاف بس هو ايه الاسلحه الليفلات يعني ايه ده الاختلاف يعني بص السلاح اللي معايا السلاح ده وبالنسبه لده معايا ايه الويبز بتاعتها مخليها واخد الريفن بو وده برضه بتضرب بقوس فالسلاح بتاعها واخد السلينج شوت يا سلينج شوت وده الاسلحه بتاعتها واخده الايه الفيرست شادو وده مع لسه ايه لسه كنت لسه واخده بعد ما خلصت الدنجن ولسه مش بديله اي سيف نضيف فاكون بديله السيف ده افضل من مفيش فطب بس ايه تعال بس نفتح الايه هنا يس اوكي يعني عملنا كل ده ال في الحلقة مفيش مشكلة بعد كده نايس ويب بوينت ممكن بقى نعمل اوفرنج ده كده معايا ايه معايا 2 ممكن نعمل اوفر للتو ديس كونفيرم في مكان ورا ورا ايه ورا التمثال محتاجين نروح له فحاليا لسه ليفل 2 بس زود لي الستامينا والادفنشر ايه
Some stories say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows, but animalculi never had a physical form from the start. People with visions collect them to offer to the statues as blessings. Unlike others with powers, you don't have a vision. But then the rules of this world don't apply to you anyway, so... keep offering animalculi and maybe you'll receive more blessings. اي نايس. اوه في واحدة موجودة فوق، في واحدة موجودة فوق، ممكن ناخدها ايه نديها للايه للالهة. فتعال نطلع، محتاجين برضو ايه نجيبها. دي هتلفلني، دي هتلفلني، دي هتلفلني. تعال اطلع اطلع، تسلق تسلق تسلق. اوكي اوكي اه او او نايس، جبناها جبناها. طبعا نرجع نرجع ايه نرجع 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 للاستاتيو. اوكي ون ايه ونقدمه برضو ايه ايه كتقدمه. وهنا في دكتورة، الدكتورة دي بتعمل ايه؟ او وفي برضو هنا واحد تاني. او ايه ده؟ وات از ذس؟ وفي حاجة تاني فوق، انا شايف حاجة تاني فوق، وكان في طاير هنا كنت ممكن امسكه بس ايه بس هرب. اه سوري دكتور. الو ترافلر، دو ونت مي تو فانيسا؟ فانيسا كان فير او كانت فارسة وبطلة، ودي حرارة مونستاد. شي نشأت كعبدة لكن ايه قدرت تكبر وايه وتغلب الاورستراكتس الاورستراكتريين يا سكيورينج فريدوم. الليجن بتقول انها ايه انها كانت موجودة من كلاستيا وبقت الالهة. اوكي هير ستوري از فانتاستيك. نايس ثانك يو. لكن ايه لكن هو يعني هي دي اللي بيعبدوها، بيقول عليها انها هي اللي حررت المدينه وكانت كانت عبده بعد كده ايه قدرت تغلب الارستقراطيين وايه وتاخد حريتها وايه وتنقذ المدينه. اوفر ادفنتشر رانك 7. في واحد تاني فوق الشجرة بالمناسبة، ممكن ناخدها. ده دلوقتي بين ليفل 3، دلوقتي بلس 8 ستامنا واكس بي وبايرجون وسيل. اوكي يا بصوا في ده. اوكي ايه اللي خدته بقى؟ انا خدت حاجة. كريستال كور. طب بما ان في حاجة فوق الشجرة. ارد 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 ارد. هي لقيناها. واحدة تاني اهي. او ايه ده؟ ثانية واحدة، ده بتاع الفاير وده بتاع الكترو. اوكي محتاج ده بتاع الايس. اوكي ثانية واحدة وريني كده البارتي البارتي بارتي بارتي. هكون بشيل ده مؤقتا بس، هكون ببدلك بده سويتش. لان ايه لان هو محتاج مني اعمل شويه حاجات، يعني مثلا ايه محتاج اروح للشخصيه دي اضرب هنا اشغل ده بعد كده. هو عمل حاجه؟ اوكي ما عملش حاجه. بعد كده ايه محتاج اروح للشخصيه دي واضرب ده بما ان ده الكترو وانا معايا الشخصيه دي اعتقد انها الكترو. يا بتضرب برق نايس. بعد كده اروح للشخصيه دي وايه واضرب ده. اوكي صندوق 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 صندوق. يس alright هات لي كل الحاجات دي. واو ده في سلاح هنا حلو قوي. واو في حاجاتنا حاجات حلوه قوي هنا. اولا السلاح ده كان ليكي اعتقد يعني. بس انت اللي معاكي اقوى، اللي معاكي اقوى بكتير لان ملفل مخلي ليفل 12. ده ليفل 7 معاك يا برنس، محتاجين برضه نعمل له انشانس. ليفل 10 معاكي، ده ليفل 11 معاكي. الارتفاكتس هنا بقى اوكي. اليمنتال ماستري اوكي اكويب نوت باد. وهنا ممكن نديها ده اللي هو يزود لك الاتاك مؤقتا مؤقتا كل ده لحد بس ما نشوف هنعمل ايه. وانت معكش اي حاجه خالص، ممكن نديك شويه حاجات يعني ده الاتاك يزود لك الاتاك بتاعك
وانت خد بس ايه، خد برضو ورده تزود لك الايه الاتش بي بتاعتك اعتقد بكده تمام. وانت معاكي كل حاجه اوكي. اعتقد كله مع الورده اوكي. انت معاكيش ورده، خدي ورده كويب. كل دلوقتي معايا كل حاجه يا اعتقد حتى الان، حتى ايه حتى الان. وده محتاجين ايه، محتاجين نعمل لك ليفل اب يا برنس، محتاجين ايه، محتاجين نلفلك ليك بقى شكل الاشكال. هو كان ايه الكويست اللي بعد كده كان محتاجين نرجع ايه، نرجع للمدينه. واذا كنت بقول لكم محتاجين نلفل ده، ليفل ده كده يا برنس كونفيرم، هيطلع لي ليفل 11 حلو قوي. انت ليفل 9؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. انت مين كاركتر؟ اطلع ليفل 13 واي نوت. انت ليفل 6؟ لا لا ليفل 6 ايه وايه، وزود لي شويه من هنا نخليك ليفل 9 على الاقل حلو. ونرفعك برضو هنا ليفلين تاني. او انت ليفل كام؟ ليفل 12 ليفل 11 ليفل 11 ليفل 9. لا محتاجين نلفلها، نخليها ليفل 11 برضو كده. كل الكاركترز معايا بنفس ايه، بنفس الفكره. لكن الايه اللي انا عاوز اكون بخليه معايا، يعني لما نروح كده للبارتي في يعني ده على قد ما هو حلو، بس انا عاوز ايه بكون بجيب دي، لان دي شكلها ايه، شكلها جميل جدا عن ايه، عن الواد ده. يس يو بروتكت مي. دلوقتي تعالى نعمل ايه، تليبورت على ايه، على المدينه. او ثانيه واحده، الكوست بتاعنا مش هنا، الكوست بتاعنا هناك عند دي. اوكي احنا كنا لسه هناك يا جدعان، محتاجين نروح هنا، ده الكوست بتاعنا، تعال نرجع. اوكي احنا وصلنا للمنطقة دي اللي هي فيها الرياح، اعتقد ممكن نعمل كده اهو. هاي باي. نطلع فوق نطلع فوق نطلع فوق وايه، ونتحرك على مع انها هي هناك، بس ايه انا عاوز اجي على هنا لان هنا في سيكريت 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 بازل سيكريت بازل الكتريك الكتريك. انا عاوز اكون بكمل الاكونت ده لان الاكونت ده فيه ايه، فيه شخصيات كتير ممكن استخدمها. نايس. يعني لو مثلا لولا معايا شخصيه معاها الباور بتاع الالكتريك ما كنتش اقدر ايه، ما كنتش اقدر افتح اللغز ده. لكن دلوقتي ده التالت اللي محتاجين نروح له. اوكي 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 ان شاء الله في الحلقه دي نكون بنخلصه. ليزا ليزا اعتقد دي برضه الكتريك زيي. Hey cutie. لا ما تقوليش كيوتي، بتكسف. You're going to help me out too. How kind of you. Don't hesitate to come to me if you need anything. Good question. Basically, things other than that which require brawn or brains. يعني انت brains ها؟ ماشي. What does that leave? ثانية واحدة، ثانية واحدة. هاي يد 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 يد. تعالى. مش قلت لك ما تخبطنيش احسن. كنت رايح بس اخد ده وانت اللي عطلتني، انت اللي عطلتني. فيش فايده، فيش فايده. في حاجه تانية هنا، في حاجه تانية هنا. I don't think so. Let's go in. Let's go in. واو ده في بلاوي سودا هنا. واو في بلاوي فعلا سودا هنا، محتاجين ايه، محتاجين نكون بنعملها. ستارت. اعتقد احنا دول كفايه، مش محتاجين الايس هنا، اظن هتحتاج الالكتريك. ده معايا خمس شخصيات. I knew it. There is a strong elemental energy coming from deep within this temple. هي دي اي دي بتاع. Are you able to float across? Can't do much even if she does. اوكي ثانية واحدة بس، عاوز اتأكد ان دي الكترو، الكترو كما توقعت. Let's ride this wind current, shall we? Let's go. وي واي بوينت. افتح افتح باب. دي بتضرب بايه؟ اعتقد دي بتضرب ماجيك. اوكي معايش شخصية ماجيك قبل كده، اول مرة اشوف، اول مرة اشوف شخصية ماجيك. نايس نايس ماجيك.
مفيش فايده. طب نضرب ده على طول ونخلص. اوكي ايه ده؟ ايه نكمل طريقنا. في حاجه هنا، في حاجه هنا. يا دي سهله. يا اي نو اي نو، عرفت 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 عرفت. ديفيت اول. محتاج اغلب كل السلايم. خد تعالى الفاير يتضرب على طول من الهواء. محتاج اغلبهم كلهم خلال 20 ثانيه اعتقد. ده واحد واحد واحد. نايس تشالنج كومبليت. رايت رايت اورين كده. طبعا تغلب بالفاير بالهواء او بالميه، لكن المشكله معيش اي شخصيات ميه حاليا. معيش شخصيه ايس ويتش. مش معايا اساسا دلوقتي. ما ينفعش اعمل اغير بارتي وانا هنا. اوكي جود تو نو. دلوقتي بقى تعالوا بقى هنا. دلوقتي بما ان هم في الميه ممكن اكهربهم. تعال كده يا كابتن. يب ممكن تكهربهم في الميه. شاك 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 شاك. اوكي الك ذا ماجيك كاركترز. انا عاجبني جدا الشخصيات اللي فيها ماجيك، لان انا عن نفسي بحب الماجيك. بتفتح. يس اوكي. ما ينفعش اكسر كده يعني. ما ينفعش اكسر الصناديق. لا دي شخصيه فاشله خالص. اوتش سوري. ابلز 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 ابلز. فود وي نيد فود. ليتس جو. تير انذر وين كارنت. ليتس رايت ات اب فروم هير. اورايت طبعا اي حاجه. شايفين لازم تكسر كل الصناديق، لازم تكسر كل الصناديق، لان هيطلع لك حاجه. هيطلع لك حاجه مفيده. اي حاجه هيطلع لك حاجه مفيده. تعال نكمل. خد دي. نايس. نايس. اوكي عامه ثانيه واحده، انا معايا دي ودي معايا الكيو بتاعتها. بتحول لطائر. والطائر ده فكره ان دي برضو الكتريك، فهي نفس الفكره. وده خد الكيو بتاعتي، خد العاصفه بتاعتي، وتعالى كل يوم كلكم. اوكي يعني اوكي ما علينا. باد سوري. بيرجعني هنا. اوكي دلوقتي اول ما تقف نتحرك عليها. رايت دلوقتي يلا بينا 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 يلا بينا. مكاننا نعمل كده اهو. اف. اوكي. اوكي ليتس جو. طير. بعد كده نقف هنا. بعد كده دي هتجيلي. Brains. Are you a hilly churl with some level of reasonable intelligence? I doubt it. I'm a Latin fella. Hilly churls aren't exactly known for their smarts. And you, you'd more or less qualify to be a magister's apprentice. Break it, and we can head home and relax. The thought of putting my feet up and relaxing has me all fired up. Yatta. Challenge complete. افتح صندوق. Dragon of the East, Lion of the South, Wolf of the North, Falcon of the West. يبقى الدراجون في الشرق، الاسد في الجنوب، الولف الذئب يعني في الشمال، والصقر في في الغرب. They are the four winds of Mondstadt, affiliated with Barbados, the god of Anemo. Barbados ده اله الايه؟ الانمو. The Dragon of the East, Storm Terror. Its real name is Dvalin. Dvalin, ده التنين اللي احنا كنا بنحاربه، ده هو التنين بتاع الشرق، ده اللي هاجم المدينة. Though most in Mondstadt seem to have forgotten that in all this storm terror business.
So now you know why D'Valon is only able to channel three of the four winds' power. عشان هو واحد منهم. Because it has been consuming itself from the beginning. يا بصوا يعني هو واحد منهم. Because of hatred, I presume. Hatred وزعل من مين؟ Hatred. بايمون سيس يس. Hatred for Mondstadt. بيكره المدينة. Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself, to become Storm Terror. But why would one of the four winds hate the city it was supposed to protect? أيوة زي هو هيكره حاجة هو المفروض يحميها. As a child of Mondstadt, it's something that's really hard to say aloud. Here, take this. It's a very old story from more than a century ago. إيدك فاضية، إيدك فاضية. تديني قصة بدل ما تقولي لي؟ قصة يعني نمشي؟ اوه الرياح راحت. ليزا الشخصية دي غالية جدا عليا لانها شبه اسم القطة بتاعتي. Yes. Well, all that lay flow and elemental line stuff Lisa was going on about should hopefully be back to normal. Wanna go back and see how the knights are doing? But if you got anything more interesting to do, Paimon can come too. By the way, we obtained another animoculus in one of the Four Winds temples, right? We might come across more of them in the future, so don't forget to offer them to the statues. Oh, Act 1 complete. Act 2 for a tomorrow without tears. Okay, there are various ways to obtain adventure XP to raise your adventure rank, whether completing various quests, looking for chests, completing investigation in your adventure handbook, revealing ley line blossoms. Okay. الحاجات دي بتتفتح عند رانكات معينة. Yes, I know. اوكي دي اتفتحت لي دلوقتي بقى لما تدوس كده هقول لك دي مش هتتفتح غير عند ليفل ايه ليفل 10. في حاجات مفتوحه لي وفي حاجات مش مفتوحه. ما اعتقدش ان حاجه حاليا مفتوحه. لا دي مفتوحه ممكن ايه ممكن نروح نعملها. لكن اكت 2 اكت 1 هنا اكت 1 اكت 1 ممكن نشتغل بيه هنا. اوكي فدي اظن عندي ليفل 8 ف وورلد كويست. ممكن نروح هنا يا كاثرين دي كاثرينا كاثرين. alright دلوقتي احنا ليفل 7 محتاجين نوصل ليفل 10 عشان نعرف ايه نعرف نكمل. لكن طب بس ايه يا بصوا جبنا شويه ايه شويه حاجات حلوه achievements هنا claim thank you. اوكي لكن بقى شكل من الاشكال اعتقد بكده الميل في حاجه ممكن ناخدها claim شكرا ودي كليم شكرا. اوكي يا شباب فبكده اتمنى فعلا يكون الفيديو عجبكم تكون عجبتكم. وجبنا دلوقتي معانا بدل الشخصيه معانا ست شخصيات 1 2 3 4 5 6 شخصيات يا شباب. ممكن ايه ممكن نلعب بيهم. اتمنى تقولوا لي في الكومنتات ايه احسن شخصيه بالنسبه لك وايه احسن شخصيه اكون بلفلها وازاي نصايح من غير ما ايه من غير ما تحرق عليا القصه. يا ريت يا شباب ما تحرقوش عليا القصه في الكومنتات. قولوا لي بس نصايحكم عشان ايه اقدر العب اللعبه دي واستمتع بيها زي ما انا حاليا مستمتع بيها جدا 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 فعلا مستمتع بيها. واتمنى تكون حاجه عجبتكم وتكون استمتعتوا واستفدتوا. واتمنى اشوفكم ايه الفيديو الجاي من جينشين باك تو نايس. تعال كل يوم تعال كل يوم